اش كديرها الرئيس؟ الروطال الروطال اضرب الروطال وعلاش كدير ليه هكاك؟ هكا باش نزوقو باش هانتوما الخوت. الليلة الثانية في تيكرت الحصيلة تبغبغ او لابو بصدام البريدة كتشحر نديرو الفطور هو الاول نفطرو يحن الله على بركة الله. الخوت من بعد ما فطرنا نتحركو الى سخر الله والبحر دابا راه تقريبا ساعة ونص ساعتين باش بدا الدفوع ديالو. غنمشيو نجربو بالعقريش هادي اللي جمعنا البارح حنا راه في تيبحيرين نجربو البحر تكالما بارابور البارح. عليك يا ربي نتمنى على الله تكون شي حصيلة يا رب غتكون شي حاجة الرئيس هشام ياك نتمنى من الله على الله البحر تكالما شوية ضروري نضربو شي شراغي بهاد العقريش هادي. بسم الله على بركة الله الخوت هادي واحد الفاسخة دبرنا عليها البارح هاهي نسخر الله على اللوحه علات مع تيسير الله تلقى مع شي شرغو. اذا هنا عندي الترقيع ديال 35 الخوت البلومه ديال 50 حيت غادي نشحط غير قريب ليها حدا السف ولا حدا الجرف. البوبينه كيف العاده راه السبيب ديال 40 مع تيسير الله الرئيس هشام حتى هو راه غادي يطعم بالعقريش ياك الرئيس هشام. هادي هو اللي كاين هو اللي خدام دابا مع تيسير الله هو راه داير الصناره ديال الباز ودار الترقيع ديال 50 ياك ديال 50 هو معول هو على 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 الشرغو غليظ سخر الله الله يسر الامور. ها هو الرئيس هشام مشى يجرب هذيك البلاصه عليك يا ربي كنجربو هنا نجربو هاد البليصه اللي مولف كنصيد فيها نجربو هذيك البلاصه القدام لهي الا ما كانش غادي نطلعو لتكرو. خوت هذيك المقيله علاش دبرنا البارح ها هي ما بين تبحيرين و تيكرت. دابا في هاد الصبحيه هادي جربنا شويه كاين شويه ديال لاتوش ولكن ما بغاش يعض ديك العضه اللي بغينا. راه نتحركوا لهاد الجهه هنايا المصيد ديال تكرو ان شاء الله. اللي ما كيعرفش هاد المصيد راه كاين راه خليت الموقع ديالو كاين فيديو في القناه عندي اللي بغى يتعرف عليه هو. لا غادي نمشيو ان شاء الله الرحمن الرحيم نصيبوا شويه ديال العجينه نطلع الله هنا فيه الرشان كما كتشاهدوا شتو الرشان بزاف نمشيو لتكرو تما كاين شويه ديال العلاوات. عليك يا ربي ضروري ضروري تكون شي حاجه ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليكم مع الفيديو راه حنا صيادين اليوم وبالليل مازال ان شاء الله. الصياد ديال الخوت راه ماشي ضروري يكون الحوت راه بنادم كيستمتع بالطبيعه راكو عارفين المنزله شويه ناقصه فهمت ما كاينش ولكن راه كنقلبوا حنا طامعين حنا طامعين ورزق بيد الله مع تيسير الله. دابا غنتحركوا لتكرو عليك يا ربي غادي نديروا شويه ديال العجينه نديروا البيلوطه غنجربو شويه ديال اللونس ديك العشيه ولا دابا نيت تما راه كيتحركو الشراغي ولكن غنقول لكم مع تيسير الله ما نضمن لكم والو. خليكم مع الفيديو راه غتشاهدوا الا كانت شي حاجه غتشاهدوها وما تنساوش تفعلوا الجرس وخليو لنا اللايك لهذا الفيديو هذا ما تخسروا والو واللي مازال ابوني تابونا شكرا لكم. مع تيسير الله الخوت قدينا شويه ديال العجينه تيستيو بها اللونس فيه شويه ديال الكورنتي على حساب الرئيس الرئيس هشام ملونسي بالعقريش كاين شويه الكورنتي. انا بغيت نجرب بيلوطا عليك يا ربي نشوف واش كاين شي حاجه الا ما كانش انا غادي نقرر عاود ثاني اشنو الوجهه. خدمت تخلص قال الرئيس عبد الله تحيه لي من هذه الشاشه الصغيره الرئيس كا ومحمد تا هو احتراماتي تحياتي بسم الله الله يجيبها سمينة. يلا عاوتاني من تكرو التي بحيرين احنا كنخيطو في الطريق كنقلبو على الحوت المقيلة اللهم بارك نضربو المقيلة ونردو الغديوة بزويتينات ان شاء الله الرحمن الرحيم ونقلبو على الحوت هذيك الساعة.
الرئيس هشام كيجرب السبينينغ، جربنا تقريبا كل شيء، بيلوطة، الروطال بالطعمة، العجينة، والو زعما زعما الحوج ما بغاش ياكل ولا ما كاينش ولا سبحان الله العظيم. المهم حنا نتسناو دابا الليل ونشوفوا مع تيتي الله شنو كاين. واش كدير الرئيس؟ الروطال اضرب الروطال. وعلاش كدير ليه هكاك؟ هكا باش ندوخو باش صافي، باش كيوقف ديك الحركة ديالو ميبقاش مبرزنا. واه سخر اسيدي، دبرنا على واحد جوج تماك ولكن ديال صغار هذوك ديال اللوز ديال الطعمة، هذوك ديال الطعمة غتشوفوه باقي في لابلاج ديالها قاعدين لا ستر الله ان شاء الله. هادي اللهم بارك، هادي راه ديال الماكلة هادي. الله يسر اسيدي مليحة. دابا نقلبو غادي لنا شي وحدة أخرى إن شاء الله. ان شاء الله الله يسر هادوك كلشي كيف العادة ان شاء الله. الله يسر الله الله يدير لك. غنجرب التطعيمة ديال بوزروك، درت بوزروكا كومبلي قاس عليها فعلا. دابا درت ليها اللحمة ديال بوزروك مع تيسير الله الخوت، هانتوما كتشاهدو البحر راه تقريبا طاح شي شوية، عليك ربي غيبدا الدفوع ديالو، مع تيسير الله يكون شي شر وياكم. شكرا الرئيس. هذا سيدي الشخار. الشخار واه اللهم بارك مليح. شويه ديال الكورينتي ولكن تسفلنا الحمد لله. الحمد لله. باش ضرب السرديل؟ السرديل علاش ضرب؟ السرادل. مع تيسير الله دابا راك الخدمه ياك؟ دابا خويا دابا حنا في تيبحين انا الخوت قرب المغرب، المغرب يعني تادي راك دابا الفراجه. الرئيس هشام دبر على شخار عاود ثاني. يا سد الثانيه اللهم بارك. اللهم بارك، سير على الله ودار الرئيس. الحيله غاديه وكتنزل. سير على بركه الله، انا عييت اخويا بغيت نستريح شويه. باش ملي يطيح الباش ملي يطيح الظلام راك الفراجة هذيك الساعات. سير على الله يا ربي امين. اول اشكر راه ليا في هذه الليله الثانيه في تبحيرين، الحمد لله ما خيبناش ان شاء الله. المهم راه غاديين معاه مع تيسير الله. الرئيس هشام راه شد جوج بياسات، انا يلاه تسفاليت في هذه الليله الثانيه مع تيسير الله. خليكم مع الفيديو، راه حنا مازالين صيادين ان شاء الله، نتمنى تكون شي حاصله احسن من هذه. خوت هذه الليله الثانيه حنا غادي من تبحيرين لتيكرت. تبحيرين فيها الكورينتي وقليل شفتو هذوك الضريبات ديال الاسكراي، هذوك حتى تبات الاسكراي. دونك حنا غادي لتيكرت مع تيسير الله نتلاقاو فيها شي حاجه. هانتوما الخوت الليله الثانيه في تيكرت، الحصيله تباغباغ او لابو بصدام. شوف تبارك الله، شوف الله يظلم ما بارك. مع تيسير الله حنا راه ملونسين على حساب الشرغو على حساب الشخار، الترقعة ديال 35 باش جا، وكاين شوية ديال العلو هنايا. الرئيس هشام هو اللي سقاه. وشوف تبارك الله قنطير، واه قنطير بالسبيب ديال 35 اودي. راه الا غاتجي الا غاتجي راه قال لك كتجيب بالسبيب، ولا غاتمشي راه كتقطع السناسل كانت في الرزق. واه وييه غيكون واصل 2 كيلو هذا، واه غتكون فيه 2 كيلو. واه واش عرفتي راه عجل تبارك الله. يلاه اللهم بارك، الله راسو قد الطبل اجلس راه كنتي تركل لتحت. الخوت هكذا تكون سالات هاد الخرجه هادي اليوم الثاني والليله الثانيه، تنقل ما بين تكرو وتبحيرين وتيكرت، والحاصله راه ما كانت شي حاصله الصراحه. ما كانش داكشي اللي كاين، صبرنا عليكم ياك الرئيس هشام. داكشي اللي كاين، كاين المنزله الحوت بان الحوت المنزله، كاين داك باغباغ، كاين الحداد، هذوك الحوت المنزله يعني ما غاديش يكون الضريب. في راعينا بدلنا المصيد بدلنا الطعيمات ولكن ما والو الحوت ما قايد شيء. دونك كيبان لنا نرجعوا عند الدبدوب في لابلاج ديالها غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله. ايه كنشكركم اذا تابعتونا حتى لهنا، ما نساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناه، وخليو لنا لايك لهذا الفيديو هذا واخا ما فيه شي تقاوس، ما فيه والو، ما تخسروا والو. تهلاو في راسكم حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ديال الدبدوب. السلام عليكم.